السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير لكم لو فيني. عندنا 400 غرام تاع الدقيق، عندنا كاس تاع الحليب، عندنا 3 المعالق ديال كبيره تاع الزيت، عندنا قبصه تاع الملحه، ملعقه صغيره الخميره الحلوه، وعندنا بيضه، وعندنا فاني، وعندنا 2 معالق كبار ديال السنيده، وقبصه تاع الصفيره. غادي ندوا على بركه الله. غادي نديروا الدقيق، غادي نديروا الحليب، غادي نديروا ديك السنيده، غادي نديروا ديك فاني، غنديروا البيض، ندير قبصة تاع الصفيرة، ندير مع الزيت 3 معالق كبار تاع الزيت، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة الحلوة، ومعلقة صغيرة خميرة تاع الخبز، وقبصة تاع الملحة. صافي، ونخلطو كلشي تقريبا شي 15 دقيقة، وهي كتخلط باش تدلك لينا مزيان، باش تجي مدلوكة. هانتوما الشربات هما ما جاتش، ما قصحتهاش وما جريتهاش بزاف. صافي، ودابا نديرها تخمر تقريبا شي نص ساعه، نخليها تخمر. غادي نغطيها ونخليها تقريبا شي نص ساعه. صافي، ودابا ما كملت دازت نص ساعه ديالنا. دابا هانتوما كتشوفوا، غادي نحاول نجمع بايديا، وناخذ شويه دقيق باش نسرحها. ضروري ندير دروس دقيق علاش نسرحها. نجمعها، صافي نكبرها ونخليها ترتاح شويه، علاش نبدا نسرح فيها، علاش نبدا نديرها بالدلاك، نسرحها بالدلاك. باش تجيني ساهله في الدليك، حيت الا ما خليتهاش ارتاحت غادي نصعب عليه باش ندلكها، باش نديرها بالدلاك. صافي، دابا نبدا نقطع، ندير نقطع بكاس، ندير كويرات باش يجيوني قد قد، باش يجيوني اللي بيني قد قد، قياس واحد. صافي، دابا نحيد العجينه اللي زايده. صافي، والاخرى نديرهم ندير فوق من الزيت باش تيخمر، تيخمروا علاش نبدا نقلي فيهم. ها انتما كتشوفوا قياس واحد. صافي، دابا غنديرهم فوق الزيت ونخليهم يخمروا واحد 10 دقائق علاش نبدا نقلي فيهم. صافي، دابا من بعد ما دازت 10 دقائق درت الزيت سخون حتى سخنات مزيان، علاش نبدا ندير فيها اللي بيني ديالنا. نحاول نقص البوطه باش ما يتحرقوش ليا.
ضروري ما نقسم البطو باش ما يتحرقوش لينا. وفي نفس الوقت نوجد طبسين درت فيه السنيده حطيته حدايا باش انفو نحيد البنيه من المقله ديريكت نديرو في السنيده ندردرو في السنيده باش يجيو شاربين السنيده صافي. دابا من بعد ما طابو غادي نحيدهم ونديرهم في السنيده. نحاول نقص البوطه باش ما يتحرقوش. صافي نبقى غادي على الطريقه. نتوما هو الشكل النهائي تاع البنيه ديالنا. نتوما شفتو كي كيجيو. اللي بغى يعمرهم بالكونفيتير ولا بالشوكولاط ولا بالكريم. نتمنى الفيديو يعجبكم وحتى الفيديو حدا اخر. بسلامه عليكم.